ناداهم الوطن فلبوا النداء، هو حال الجالية الجزائرية بمصر، وتميز حضوره اليوم بإقبال قوي أمام صناديق الاقتراع لتمنح للجزائر صوتها. جيت اليوم نأدي واجبي الوطني، جيت ننتخب ككل مواطن جزائري سواء داخل الوطن أو خارج الوطن. طبعا في المواقف الكبرى لازم الجزائر تجد أولادها وبناتها موحدين على كلمة واحدة. السفارة قد اتخذت كل الإجراءات والتدابير اللازمة قصد تمكين المواطنين والمواطنات الجزائريين والجزائريات المقيمين والمقيمات هنا بالقاهرة الإدلاء بالتصويت في ظروف حسنة. اليوم هو في الحقيقة يوم مشهود بالنسبة للجالية الوطنية الجزائرية في القاهرة، وهناك إقبال معتبر للجالية، والجالية بكل أريحية هي تصوت بكل حرية وأريحية، وهم فرحانين في الحقيقة. هم اللي همهم الشيء الوحيد هو المستقبل تاع البلد. بوعي كبير وروح وطنية صادقة تقدمت أمام الصندوق المواطنة عاقلة التي عاشت 47 سنة بمصر ولم تتخلف عن موعد انتخابي واحد، فامتزج فعلها الانتخابي وكلماتها بالدموع. بلدنا غالي علينا كتير، الجزائر مش أي بلد الكرامة والشهداء ومسقية بدم الشهداء من شرقها لغربها. الجزائر ما جاتش بسهولة، يعني جابوها رجال، ماتوا عليها رجال. صحيت من الصبح وأنا فرحانة أمتى نجي ونقضي واجبي الوطني البلد. جيت اليوم نأدي هذا الواجب الوطني ككل مواطن غيور على بلاده، وإن شاء الله نتمنوا الخير لهذه البلاد. وان تو تري فيفا لالجيري. اقتراع الجالية الجزائرية بمصر لاختيار رئيس للبلاد جرى في ظروف تنظيمية محكمة، والعملية متواصلة عبر المكتبين الانتخابيين بالقاهرة والإسكندرية، وهذا إلى غاية 7 سبتمبر. من العاصمة المصرية القاهرة، مبعوث التلفزيون الجزائري سعيد بلعز.